يا أبا طالب على رسلك يا زيد. هل نزل محمد من غار حراء؟ لا، لم نره بعد. أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك. لعله في بيت أبي بكر. سألت عنه هناك. لا يزال إذن في الغار 3 أيام. طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل. بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.